نظام تأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الطلبة من أجل حياة آمنة. نظام تأمين الإجباري خدمة مجانية تمكن الطلبة الجامعيين الاستفادة من التغطية الصحية، حيث نسب التعويض عن مصاريف العلاجات تتراوح ما بين 70 إلى 100%. حتى الآن، هناك ما يعادل 26 مركزاً صحياً مجهزاً بالمعدات الطبية اللازمة، تم تعميمهم بالأحياء الجامعية، ناهيك عن تحديث وتجهيز 18 مكتباً استقبال الملفات العلاجية. للاستفادة من التغطية الصحية، يشترط أن تكون مسجلاً بإحدى مؤسسات جامعة الحسن ثاني بالدار البيضاء، أن لا يتجاوز الطالب أو الطالبة 30 سنة، وعدم الاستفادة من أي تغطية صحية أخرى. بعد زيارتكم للفضاء الرقمي الخاص بالجامعة وتسجيل دخولكم، يتوجب عليكم تعبئة استمارة التسجيل الخاصة بكم عن طريق الوصلة المعنونة أمور. بعد نجاح تقديم الاستمارة، سوف تتلقون رسالة إلكترونية تأكيدية على عنوان بريدكم الإلكتروني. نظام تأمين الإجباري من أجل حياة آمنة. نشكركم على حسن المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.